مساء الخير، كيفكم؟ اخباركم؟ مش مسويه؟ كيف الصيام معاكم؟ ان شاء الله سهل. المقطع لازم تسوي لايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. طبعا سويت لك جديد، ايش رايكم فيه؟ قولوا لي ايش رايكم في اللوك الجديد هذا. انا الشنطة مرة عجبتني، عينكم على شنطتي، شايفين شنطتي الفخمة؟ مرة عجبني اللبس وكل شيء، التفاصيل حلوة. ايش رايكم؟ كم من 10 تعطوني على اللوك الجديد؟ المهم قبل ان نبدا المقطع لا تنسوا، قلتها مليون مره، فجروا المقطع لايكات وتعليقات وانشروا المقطع في كل مكان. نفس المقطع ينتشر يعني بشكل كبير. والله اني اتعب واجيب لكم اكواد، واحده تيجي تقول لي انت بتسرقيها عباس، وما ادري واحده مال لي اسم متوقع، هذول الاثنين. واحد اسمه عباس كل ما شافني نزلت شو اسمه يقول لي انت بتسرقي. انا ما قاعده اسرق، مو شو اسمه دروبلكس للكل، محل الأكواد للكل. إذا شفتها في عن طريق تويتر انتوا تشوفوها، في عن طريق تيك توك، في عن طريق هذا، هم بينزلوها. طيب ليش؟ عشان نحن نروح نجرب، وأنا جربتها وبوري متابعيني فين السرقة هذه في الموضوع. المهم، وكمان حتى إذا سرقتها من واحدة أجنبية وجبتها لناس عرب، يعني في ناس ما يعرفوا يبحثوا عن هذه الأشياء ويجيبوها، فأنا جبتها للناس اللي ما تعرف كمان. واللي يجي يكتب لي كده مرة تانية ترى بعطيه بلوك، خلاص ترى طفشت منكم. عباس مالي اسم، واحدة اسمها بس، لكن هي هذه أول مرة. أما عباس هذا طفشني، أنا خلاص بسوي له بلاغ وأقفل حسابه بكل حساباتي اللي معايا وحسابات أهلي، بخلي حسابه يتقفل لأنه مرة زودها. يعني أنا بتعب وباجيب، حتى لو أخذتها من حسابات ناس، بس أنا تعبت ودخلت وسويت اللوك ووريتكم. يعني انا ما نسبت الشيء، انه قلت لكم هذا الشيء انا اللي سويته او هذا الشيء مني انا. معلش اني طولت عليكم وعصبت كده. فاليوم جايبت لكم اكواد شعر شو اسمه للبنات وللاولاد. فايش رايكم بالله؟ مره عاجبني شكلي اكواد شعر باللون الاسود اليوم للبنات والاولاد، ونشوف الاكواد معانا على طول. خلينا ندخل. هذا الحين شكله حيجي يشيلني، لا أشوف ما شالوني. طيب بسم الله نبدأ، صلوا على النبي. نشوف هو الكود معانا. ممكن أنا جابت لكم فوق 25 كود. فوق كم؟ 25 كود. شايفين هذا الكود الأول؟ نعم، حلو، سو كيوت. نشوف الكود الثاني. فالفيديو اللي بعده يعني أجيب لكم يمكن حقائب زي كده، قلت خلينا أغير شوية يعني، واجيب لكم حاجات تانية يعني ممكن تتفاعلوا بيها اكتر. يمكن طفشتوا من الملابس، كل مقاطع الملابس ما عليها تفاعل يعني قد كده. فيلا نشوفوا في تاني كود معانا. شايفين الشعر؟ نشوف الكود اللي بعده كم؟ ايش هو؟ طيب هذا ما حطيناه صح. وسبعة هذا حق الأولاد، شايفين كده؟ خلينا نقرب عشان تشوفوا الكود على طول. هذا كود للأولاد، فأغلب أتوقع أنه حق البنات. هذا كمان برضو حق الأولاد، شايفين كيف القصة مرة حلوة. طيب نشوف اللي بعده، 69. نشوف هذا، واو مرة مركز شكلي على الشعر القصير هذه المرة. شايفين هذا برضو؟ والله مرة حلو. أيوة نشوف اللي بعده، نشوف هذا، واو مرة حبيت هذا. شوفوا كيف مرة يجنن هذا، شايفين كيف؟ هذا مرة يهبل. طيب نشوف اللي بعده، هذا ضفيرتين مرة حلو. عجبني، ما ادري تذكرت نفسنا يا في الابتدائي كيف كده كانوا يسووا لنا شعورنا. يا الله مرة حلو هذا الكود. أشوف هذا، وهذا كمان برضو ضفيرتين،
جديلتين. نشوف اللي بعده. انا فين هنا؟ 8. هذا حق اولاد، شايفين مرة حلو مرة. شوف هذا كيف، مرة هذا الشعر حلو. يوه، وانا اقول ايش بما هذا. طيب نشوف اللي بعده. 74. نشوف ايش. يا الله، نفس هذا الكود. خليني كده اروح مكان ما في احد، هذول مرة مزعجين. طيب نشوف ذا 85. واو، شايفين هذا برضو حق الاولاد. يعني جايبت لكم كلكم شو اسمه اولاد وبنات، يعني فانتو شو اسمه بطئوا الفيديو وخذوا الكود، وانا هحط لكم هو نهاية المقطع اصلا. يا ذا الليل، واو شوفوا هذا مرة يجنن. شوفوا ذا، حبيته مرة يجنن ده. اشوف نشوف هذا ولا حطيته هذا. شوف هذا برضو عجيب، هذا حلو. طيب نشوف 80 كيف الشركود اللي معانا. شوفوا هذا، هذا شعر عادي مفتوح مرة حلو، شايفين. شوفوا انا وصلت فين، 80 هنا كمان. هذول ايش بهم؟ 52، 70، 70. شايفين الشعر كيف؟ واو مرة حلو هذا شعر رقم 70، لا يفوتكم. شوفوا كيف مرة حلو. يا ربي، هنا بكمل شعر رقم 70، هذا مرة حلو شعر رقم 70، لا يفوتكم، عجبني كتير. شوف 96 حق الأولاد، شايفين. ما أدري ايش بكده الشعر مشعتر مدري كيف. 69 ولا 96 بالأصح. واو شوفوا هذا مرة يجنن، هذا هذا مرة حلو. طيب نشوف 81، هذا برضو حق أولاد ولا إيش ما أدري. شوفوا كيف، شوفوا هذه البكلة كيف شعر مدري إيش كيف مدري هو. هذه عرفتني، هذه من متابعيني. طيب نشوف اللي بعده، بس اخلص بعدين اكلمها. انا فين وصلت؟ هنا. واو شوفوا هذا مرة حلو. ياش خشات ما بيفتح معايا. طيب نشوف الشعر الأخير قبل الأخير. أنا جبت لكم 25 شعر أتوقع. شوفوا هذا ما قبل الأخير، والله مرة يجنن. واو. طيب نشوف آخر واحد عشان نرد على هذه اللي واقفة من أول معايا. هذا آخر شعر معانا، قولوا لي إيش رأيكم بالشعر اللي جبت لكم، هو عجبكم أو لا؟ وأكتبوا لي في التعليقات إيش رأيكم وإيش تبغوا من شعر. يعني تبغوا لون ايش،
غير الأسود إذا تبغوا هذا أشقر، المهم ألوان، المهم أي شيء قولوا لي انتوا ايش تبغوا وانا اسوي لكم هو وبس. والله هذا مقطعنا اليوم، في نهاية المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. انا دحين مع البنت هذه ماني عارفة ايش قاعد اقول وبس والله يعني. فجروا مقطع لايكات وتعليقات واشوفكم ان شاء الله في مقطع تاني. اول مرة اشوف يوتيوبر في